اهلا بكم اعزائي المشاهدين الى اليمن والعالم. وكان اسبوعا ساخنا بطبيعه الحال في لبنان بعد الانفجار المريع الذي شهده ميناء بيروت واودى باكثر من 100 مواطن في لبنان وايضا الالاف من الجرحى في هذا البلد الشقيق. من المعلوم ان لبنان بلد تم تشكيله على أسس طائفية، سنة، شيعة، دروز، مسيحيين وإلى ذلك، وهذه الطبقة ربما كان يراد لها أن تعمم لأكثر من قطر عربي وخاصة أيضا اليمن مؤخرا مع الحوثيين، لكن مع وصول الأمر إلى هذا الانسداد وهذه الكوارث التي عصفت بالبلد، ربما هناك من ينظر بأن النماذج الطائفية التي يراد لها أن تعمم للمنطقة العربية وصلت إلى منتهى بفشل هذا النموذج في لبنان. هذا المساء استقالت حكومة لبنان المدعومة بطبيعة الحال من حزب الله وإيران. هل يؤدي هذا الأمر إلى حلحلة الأمور في الملفات الأخرى التي ترعاها إيران وخاصة اليمن، أم قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد؟ معي في الاستديو الأستاذ محمود علوش الباحث في الشؤون الإقليمية للتحليل. أهلا بك أستاذ. أهلا بك خطر. وكذلك أيضا سيكون معنا الأستاذ البراء شيبان الكاتب والباحث اليمني. أهلا بك براء. أهلا وسهلا فيك وتحياتي لك وتحية للضيف الكريم. نعم، دعونا نتابع أعزائي المشاهدين ما جاء في البي بي سي، موقع البي بي سي على الإنترنت، وقد عنونا بلبنان إلى أين سيفضي الغضب المتصاعد ضد الطبقة السياسية. نقرأ: وبينما يتوقع البعض أن يسفر غضب الشارع اللبناني المتصاعد عن تغيير إيجابي، ربما كان يتوقع استقالة الحكومة، يطال الحي السياسي اللبناني، يطرح آخرون توقعات تشاؤمية إذ يرون أن لبنان يعج بأحوال قابلة للانفجار في كل مكان، خاصة خلال الفترة الأخيرة في ظل التدهور الاقتصادي وأزمة كورونا وما تركته على حياة الناس من فقر وبطالة. وفي ظل تلك البيئة يخشى هؤلاء من أن يتسع النطاق أو نطاق العنف بين المحتجين ومؤسسات الدولة اللبنانية، حتى أن البعض يحذر من أن يصل الأمر إلى احتقان بين الطوائف اللبنانية بما قد يؤدي إلى العودة للسيناريو الحرب الأهلية الكريم. وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد حضرت في بيان لها بعد كارثة انفجار بيروت من تدهور الأوضاع في لبنان، معتبرة أنه سيكون على حافة انهيار كامل إذا استمر الغضب الشعبي الذي يمكن أن يؤدي إلى إضرابات وعنف إذا لم تتخذ السلطات طريق الإصلاح الحقيقي. هل طريق الإصلاح الحقيقي بدأ بالفعل من خلال الاحتياجات التي ظهرت في لبنان وكذلك أيضا استقالة الحكومة هذا المساء؟ تحية لك وتحية أيضا لمشاهديك المحترمين. أنا لا أعتقد أن لبنان دخل على طريق الإصلاح بالفعل، لازلنا بعيدين بشكل كبير على المسار الصحيح الذي يفترض أن يكون عليه لبنان نحو إصلاح سياسي وإصلاح اقتصادي حقيقي يمكن أن يفضي إلى دولة جديدة غير لبنان التي نعرفها. لكن للإجابة أيضا على سؤالك أخ عبد الله، علينا أن نعدد ما الذي يجري في لبنان كي نفهم بما هو مسار الأزمة في لبنان. أولا، هناك عدة صراعات في لبنان. الصراع الأول هو صراع بين السلطة، بين النظام السياسي الموجود الذي يحكم لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية، وأيضا بين النظام الطائفي بكل مكوناته، قائم على المحاصصة الطائفية، من يحكم ومن لا يحكم، ومن سواء كان في السلطة أو كان في المعارضة. نعم. السلطة والمعارضة في لبنان هما تشكلان النظام السياسي الذي يدير البلاد منذ نهاية الحرب الأهلية نتيجة اتفاق الطائف. هناك صراع بين هذا النظام السياسي وبين شارع تمرد على الطائفية السياسية في لبنان كردة فعل على انهيار الوضع الاقتصادي وعلى وصول الحالة اللبنانية إلى مستويات متدنية جدا من حيث نسب المعيشة ونسب الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني. هذا هو الصراع الأول الأساسي الذي يترجم كصراع في الشارع. هناك صراع آخر أخي عبد الله في لبنان، هو صراع داخل النظام السياسي نفسه بين سلطة تحكم اليوم ومعارضة تعارضها اليوم، وهذا الصراع تسعى من خلاله الأطراف السياسية إلى استغلال الصراع الأول أو إلى استغلال الشارع، حالة غضب الشارع، لتوظيفها لصالحها. هذا هو الصراع الثاني في لبنان. هناك صراع آخر على لبنان أو الثالث في لبنان، وهو الصراع على هوية لبنان.
الصراع الإقليمي على لبنان، الصراع الإقليمي على والدولي على النفوذ في لبنان. وبالتالي نحن أمام ثلاث صراعات الآن تعصف بلبنان. كل صراع له مساره المعين، له عوامله التي تغذيه وعوامله التي تضعيفه في مرحلة ما وتقوي في مرحلة أخرى. ما شاهدناه في الشارع اليوم أو الاستقالة التي شاهدناها اليوم للحكومة اللبنانية، أنا لا أعتقد أنها نتيجة لغضب الشارع أو نتيجة لقدرة الشارع على التغيير بقدر ما هي نتيجة لإعادة. لكن هناك من قد يقول أن هذه الحكومة كانت غير قادرة على الاستمرار. بالطبع هذه الحكومة غير قادرة على الاستمرار، ليس بسبب التصعيد الشعبي، بسبب عدة عوامل أبرزها موضوع تداعيات كارثة بيروت. هناك الكارثة التي حصلت في بيروت ألقت بظلالها بشكل كبير على المشهد الداخلي اللبناني وأيضا على المشهد الدولي المتعلق بلبنان، وأنا أعتقد أنها دفعت حزب الله إلى اتخاذ خطوة وإعادة تموضع هو وحلفائه في المشهد السياسي والإطاحة بحكومة حسان دياب. حكومة حسان دياب لن تستطيع الاستمرار بكل الأحوال لعدة عوامل. الأمر الأول كما تحدثنا عنه موضوع تداعيات الانفجار بيروت، الأمر الآخر موضوع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تستفحل تدريجيا، وكان هناك رهان لحزب الله وعلى أن الرئيس حسان دياب في بداية عهده سيتعرض لعزلة عربية ودولية، لكن هذه العزلة سرعان ما تتراجع مع تقبل المجتمع العربي والدولي لحالة حسان دياب وأنه لا مفر من التعاطي مع حسان دياب كرئيس للوزراء. وصلنا إلى 6 أشهر بعد تشكيل حكومة حسان دياب لا زالت العزلة الدولية على لبنان نفسها لم تتغير، لم نرى أي تغير في الموقف العربي إزاء لبنان. وبالتالي هذا الأمر أوصل حزب الله إلى قناعة بأن لا بد من تغيير، لا بد من إجراء تحول في الحالة اللبنانية، لأن حزب الله لم يعد قادرا على إدارة الدولة من الخلف عبر حكومة حسان حكومة يهيمن عليها. أيضا يضاف إليها أخي عبد الله مع تيار عون التيار المسيح، يضاف إليها عامل مهم هو موضوع المحكمة الدولية المتعلقة باختيار رئيس رفيق الحريري. الحكم يفترض أن يكون بعد عدة أيام، وبالتالي كل هذه العوامل تجعل من استمرارية حكومة حسان دياب في السلطة أمر صعب. وبالتالي هل هذا الأمر أستاذ محمود يجعل من حزب الله يتراجع في لبنان وكذلك إيران من وراءه وكذلك الطوائف المرتبطة بها أو الأحزاب المرتبطة بهذا المحور لنقول؟ يعني هناك تراجع في المجمل على الصعيد الداخلي، دعنا لأنه الأمور لديها مساران، مسار داخلي ومسار خارجي. يعني الحالة الإيرانية في لبنان هي مرتبطة بمسار داخلي معين ومرتبطة بمسار خارجي معين أيضا. فيما يتعلق بالمسار الداخلي، حزب الله بالطبع تلقى اليوم انتكاسة يعتبر أنها رغم أنها إعادة تموضع، لكن إعادة تموضع ليست ناتجة عن نصر بقدر ما هي ناجمة عن انتكاسة تعرض لها. الانتكاسة التي تعرض لها حزب الله وهي الكبيرة بأن مفاعيل الانتخابات البرلمانية التي أدت إلى تحصيل أو إلى نجاح حزب الله وحلفائه في تحقيق غالبية برلمانية تدير لبنان إلى 4 سنوات تقريبا، هذه الغالبية البرلمانية الآن أصبحت لم تعد لها أي قيمة، لأنه الحديث الآن في لبنان عن انتخابات برلمانية مبكرة. إذا ما اتجهنا إلى انتخابات برلمانية مبكرة، المعطيات ومزاج الشارع اللبناني يشير إلى أن 14 أدار أو الأحزاب المحسوبة أو التي كانت تقع ضمن ما يعرف ب 14 أدار هي الأحزاب تيار المستقبل، القوات اللبنانية، الحريري، جنبلاط وغيرهم، سيتمكنون من إعادة الحصول على الغالبية في البرلمان. أكبر المتضررين بالمناسبة من ما جرى في الداخل اللبناني قد لا يكون حزب الله، بل إن أكبر المتضررين لأنه الحالة الطائفية، أنا أعتقد بأن التيار الوطني الحر هو أكبر المتضرر، هو أكبر المتضررين من هذه الأزمة. لذلك تراجع الحالة المسيحية التي يمثلها التيار الوطني الحر. لكن هناك من قد يقول تراجع حليف مهم كعون للحريري هو سيكون له سيشكل انتكاسة كبيرة، انتكاسة بالفعل للحلفة الشيعية من دون أدنى شك. فيما يتعلق بالحالة الإيرانية على لبنان، تراجع حزب الله وخسارته في هذه الجولة اللي نسميها، لأنه نحن أمام جولات الآن في الأزمة اللبنانية،
بالطبع سيكون له تأثير على الحالة الإيرانية في المنطقة. أنا أعتقد بأن يعني نتيجة الضغط الذي تتعرض له الحالة الإيرانية في لبنان والنفوذ الإيراني في لبنان سيلجأ الإيرانيون. تريد أن نتحدث عن هذا الأمر أم فيما بعد؟ سنؤجله إلى وقت لاحق. وأذهب أيضا بهذا السؤال إلى براء شيبان. براء، هل تجد أن محور إيران يتراجع بالفعل في لبنان، وهو ما سيؤثر أيضا على ملفات أخرى كاليمن؟ أنا حقيقة لا أرى أن محور إيران يتراجع. السبب الأساسي أن المحور أو المحاور الذي تقابل الميليشيات المدعومة من إيران أو التي تواجهها هي في حالة تفكك وضعف غير مسبوقة. 14 آذار غير موجود في لبنان إذا أردنا أن نتكلم بشكل منطقي وواقعي. في الملفات الأخرى التي تتحرك فيها إيران، الناس تعتقد أنه بمجرد الضغط الدبلوماسي أو الاقتصادي الذي تمارسه بعض الدول على إيران، وخصوصا الآن الضغط هائل بعد تفجير لبنان، الجماعات التي تديرها أو التي تتحرك في محور إيران لا يهمها هذه التفاصيل بالشكل الذي يتخيلون الناس. صحيح أن حزب الله يحاول قدر الإمكان أن لا يكون هو يتصدر المشهد بشكل مباشر، ولكن الكل كان يعلم أن حكومة حسان دياب أصلاً لم تحكم. حكومة حسان دياب كان يديرها حزب الله، والمشهد اليمني لا يختلف كثيراً عن هذا المشهد. الاتفاق الذي يقدمه المبعوث الأممي هو اتفاق بصيغة لبنانية خالصة. المفارقة الأساسية أنه في الحالة اللبنانية كان هناك اتفاق الطائف، وكانت سوريا هي الضامن. في الحالة اليمنية لا يوجد ضامن، ليس لديك لا ضامن إقليمي ولا ضامن دولي يستطيع فرض تسوية سياسية من هذا النوع. اتفاق الطائف الآن في حالة انهيار، وهو أعتقد عمليا هو انهار. والحالة اليمنية إذا استمر الوضع كما هو عليه سنشهد اتفاق سياسي بالتأكيد سيفضي إلى وصول حالة سياسية شبيهة لحالة حكومة حسان دياب في لبنان. بالضبط. نعم، يعتقد أن هذا المشروع ما يزال يمكن تصديره، يمكن تقديمه كنموذج في أكثر من دولة، وخاصة أنه قد فشل في لبنان، وصل إلى طريق مسدود الطائفي. يعني الإشكالية أن العامل الدولي الذي للأسف الشديد تتعامل معه الحكومة اليمنية أو سلمت له كل الأوراق لا يرى هذه التفاصيل بالشكل الذي يراها المتابعين للشأن اليمني بشكل دقيق، أو حتى المتابعين للشأن العربي ومن يفهموا تفاصيل وخطورة تصدير مشهد طائفي في اليمن. الأولوية للمجتمع الدولي الآن في اليمن هي أولوية واحدة فقط، إنهاء حالة الحرب، حتى حالة الحرب الظاهرة فقط. حتى لو كانت التسوية تسوية طائفية، تسوية مناطقية، سميها ما أردت، لكن هذه هي الأولوية الآن بالنسبة للمجتمع الدولي، لأنهم يروا أنهم يجب أن تخرج المملكة العربية السعودية من يعني معمعة حرب دخلتها قبل 5 سنوات وإلى هذه اللحظة لم تتمكن من الخروج. نعم. والسبب الرئيسي، أنا بس أركز على هذه النقطة، أنه من بعد العام 2018 سلمت الحكومة اليمنية وسلموا التحالف أوراقهم التي كانوا متقدمين فيها في الميدان، أي أن تسلمت أوراقك العسكرية لصالح ورقة سياسية لا تمتلك. المجتمع الدولي ليس هو العامل المؤثر في مسار المعركة في اليمن، هو مؤثر هي الأطراف الإقليمية بشكل رئيسي والأطراف المحلية. إذا سلمت أوراقك العسكرية عندما كنت أنت متقدم في الميدان فلن تحصل في المقابل على امتيازات سياسية مهما اعتقدت ان قدره المجتمع الدولي موجوده للضغط على الجانب الحوثي. والسبب بكلمه واحده، ان المجتمع الدولي ليس مستعد للاستثمار في حل الازمه اليمنيه بشكل طويل.
نعم براء، سأعود إليك. وعلى ذكر السعودية أيضا أستاذ محمود، هي الغائب الأبرز الآن فيما جرى في لبنان. ماكرون ذهب إلى لبنان، نائب الرئيس التركي أيضا حضر، يبدو أن هناك تنافس أيضا محمود ما بين فرنسا وتركيا، انتقل إلى لبنان فيما الدول العربية غائبة وما زالت غائبة أيضا عن المشهد في لبنان. يعني أحد أبرز الأسباب للأزمة الحالية التي يعيشها لبنان ووصول اتفاق الطائف الذي رعى الحالة أو شكل الحالة السياسية إلى مرحلة لم يعد قادرا فيها على الاستمرار، هو انعدام التوازن الداخلي في لبنان وتفوق حزب الله وتصاعد دور حزب الله على حساب الأدوار الأطراف الأخرى في لبنان. هذا الأمر بالطبع هو يعكس في حقيقة الأمر أيضا خلل في التوازن الأقليمي على لبنان. خلال فترة، على سبيل المثال، بعد الحرب الأهلية كانت السعودية وسوريا كانتا تمثلان الرعاية الأقليمية للحالة اللبنانية، وبالتالي شهدنا بعد الحرب الأهلية، يعني حتى لحظة اغتيال رئيس رفيق الحريري الله يرحمه، كان هناك نوع من الاستقرار الداخلي نتيجة استقرار التوازن الأقليمي السوري السعودي. بعد اغتيال رفيق الحريري شهدنا خلل خروج سوريا من لبنان، وتغولت إيران، وكان خروج سوريا هو لمصلحة إيران، حاولت إيران أصبحت تولت أو ورثت الدور السوري في لبنان في حقيقة الأمر، وورثته من نقطة قوة. بالنسبة للسعودية، منذ اغتيال رفيق الحريري بدأنا نشهد تراجع في الدور السعودي بشكل كبير في الحالة اللبنانية، وأيضا تراجع الدور السعودي في الحالة اللبنانية لم يكن فقط محصورا في الحالة اللبنانية. نتيجة يعني التغيرات التي شهدتها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة، صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دخول السعودية في حرب اليمن وما سببته من انكشاف خطير وكبير في الموقف السعودي في المنطقة، علينا أن يعني حتى بعد 5 سنوات من الحرب اليمنية لم تستطع السعودية أن تحسم الحرب، ولم تستطع أن تنتصر، ولا يوجد في الأفق أي مسار حتى للتسوية وليس للانتصار، لتسوية تحفظ ما تبقى من ماء الوجه بالنسبة للسعودية في اليمن. وبالتالي أمام تراجع الحالة السعودية في المنطقة، إذا كنا نقول أن الدور الإيراني سيتراجع في لبنان، لصالح من؟ إذا كانت السعودية غائبة حتى الآن الدور الإيراني العربي غائب، حتى الآن لا يمكن أن نحسم بأن الدور الإيراني في تراجع. الآن هناك دور الإيراني، فرنسا الدور الإيراني يواجه عاصفة الآن في لبنان، هناك يواجه تحدي كبير. هل تستطيع إيران أن في المقابل طبعا فرنسا، بالنسبة للحالة اللبنانية أنا أعتقد بأن فرنسا تهتم لعوامل تاريخية ولعوامل مختلفة بالحالة اللبنانية، لكن أنا أعتقد بأن الآن لبنان يشكل فرصة لفرنسا للعودة إلى الساحة الشرق أوسطية بقوة، لاسيما أن فرنسا خلال السنوات الأخيرة تراجعت دورها بشكل كبير، سواء في الحالة السورية لصالح تركيا، تراجع دورها أيضا في الحالة الليبية على سبيل المثال لصالح تركيا، أيضا في دول أخرى من شمال أفريقيا والمغرب العربي على سبيل المثال في الجزائر، سقوط نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أيضا أدى إلى تراجع في التأثير الفرنسي في الجزائر، أيضا في مالي على سبيل المثال هناك تراجع للدور الفرنسي، هناك تراجع واسع للدور الفرنسي في المنطقة. وبالتالي الفرنسيون يرون الآن في الحالة اللبنانية فرصة لإعادة إثبات حضورهم في المنطقة. لصالح الدور الإيراني أم ضده؟ لا الفرنسيون لديهم دور، الفرنسيون لا يلعبون دور لصالح أحد. لكن قد هناك من يرى أن قد يخدم دورهم إيران في جانب والولايات المتحدة في جانب آخر، لكن بالنهاية الفرنسيون لديهم مصالح في لبنان ولديهم دور في لبنان، وأنا أعتقد بأنهم يبحثون عن استعادة هذا الدور. الآن الرئيس الفرنسي أو أحد نقاط قوة الدور الفرنسي في لبنان في الوقت الراهن أن الفرنسيين يحاولون أن يجمعون بين التناقضات الأمريكية والإيرانية في لبنان. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود مبادرة الآن في لبنان يحاول أن يحصل على تنازلات من إيران فيما يتعلق بالحالة اللبنانية، وأنا أعتقد أن الأمريكيون منحوه مهلة شهر لمعرفة ما إذا كان قادر بالفعل على إقناع إيران بتقديم تنازلات في لبنان. هل رئيس ماكرون يستطيع أن يقدم؟ هناك عنوان اليوم أيضا وسائل الإعلام تناولته، فرنسا تقول لأمريكا بأن انسحابها من لبنان جعل إيران تتغول، وهو
لا يريدها أن تواصل العزلة باتجاه الحكومة اللبنانية. يعني في 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 الصراع الإقليمي على لبنان، عندما يتراجع طرف إقليمي فمن الطبيعي أن الطرف الآخر سيستفيد من هذا التراجع. لكن أمريكا كانت تجد في هذه الحكومة التي كانت قائمة أنها حكومة لا الأمريكيين محسوبة على الإيران منذ بداية. يعني حكومة الرئيس حسان دياب هي مجرد حكومة مرحلة، وبالمناسبة حتى حزب الله لم يكن مقتنعا بخيار حسان دياب. علينا أن ندرك تماما أنه بعد استقالة الرئيس سعد الحريري حاول حزب الله وسعى حزب الله لإعادة سعد الحريري إلى السلطة. سعد الحريري كان لديه شروط للعودة إلى السلطة تتمثل بتشكيل حكومة تكنوقراط بمعزل عن الأحزاب السياسية، لكن لم يستطع حزب الله لأسباب أنا أعتقد أنها مرتبطة بشكل مباشر بحليفه التيار الوطني الحر أن يقبل بطرح الرئيس الحريري. أمام عجز المحاولات حزب الله وحلفائه في إقناع الرئيس الحريري بالعودة إلى السلطة، اضطروا للجوء إلى خيار حسان دياب، ولذلك خيار حسان دياب لم يكن استراتيجية طويلة الأمد بالنسبة لحزب الله. الآن بعد استقالة حسان دياب بالطبع سيحاول حزب الله أن يعود بالحريري مجددا إلى الحكومة اللبنانية، لكن بالطبع الآن عودة الحريري سيكون ضمن شروط أقوى، وبالتالي الحريري هل سيعود الحريري تحت هيمنة حزب الله وعود؟ لا، الآن الوضع مختلف بشكل كبير. نحن أمام عدة مسارات كي نكون واضحين. المسار الداخلي، المسار السياسي، أنا أعتقد بأن عودة حزب الله إلى خيار سعد الحريري هذا يعني بأن على حزب الله أن يتنازل لسعد الحريري والقبول بالشروط التي وضعها سعد الحريري منذ البداية للدخول في حكومة، في تشكيل حكومة وحدة وطنية أو تشكيل حكومة تكنوقراط. أنا أعتقد أن الخيار الأول الآن هو تشكيل حكومة من المستقلين برئاسة أو بقيادة الرئيس سعد الحريري. لكن بالنسبة لحزب الله سيدفع في المقابل ثمن هذا التنازل للرئيس سعد الحريري لحليفه التيار الوطني الحر، وبالتالي هنا معضلة أساسية. لكن أعتقد أن حزب الله إذا ما أراد أن يقارب التحديات والحاجات في المصلحة بأقل الخسائر سيلجأ إلى القبول بشروط الرئيس سعد الحريري. أي حكومة الآن يمكن أن تشكل هي لن تكون حكومة قادرة على الحكم لفترة أطول. وظيفة الحكومة التي يجب أن تشكل الآن هي التمهيد لمرحلة انتقالية لبنان سيدخل انتخابات تغيير الدستور، وبالتالي لا يستطيع لبنان أمام التحديات التي تنتظره، سواء التحديات الراهنة على الصعيد الاقتصادي أو التحديات التي المقبلة فيما يتعلق موضوع المحكمة الدولية، أيضا فيما يتعلق موضوع الصراع مع إسرائيل. الجبهة الجنوبية مع إسرائيل ليست مستقرة تماما، وبالتالي لبنان لا يستطيع أن يدخل في فراغ حكومي طويل الأمد. يمكن أن يكون لديه تأثير كبير. نعم، محمود، هناك مخاوف ربما ظهرت لدى الساسة الإيرانيين مما يجري في لبنان، وهناك دعوات إلى عدم تسييس الكارثة الإنسانية. مماذا تخاف إيران من تسييس الأمر؟ سأعود إليك بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لمناقشة تأثير الوضع اللبناني على الملفات الأخرى في المنطقة وخاصة الملف اللبناني. فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وكنت قد أشرت إلى مخاوف إيرانية بالفعل من تسييس الكارثة الإنسانية والضغط على الحكومة اللبنانية التي كانت تحسب على محور إيران، خاصة حزب الله وحليفه المحلي تيار الوطني الحر، وهو
تيار الرئيس عون. نتابع ما جاء في العربي 21 من تحذيرات أطلقها الساسة الإيرانيون بخصوص لبنان. حذرت إيران الاثنين من استغلال حادث انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي لتحقيق أغراض سياسية. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في تصريحات متلفزة إن بعض الأشخاص في لبنان يسعون وبتحريض أجنبي إلى تحقيق أهداف خاصة من خلال استغلال حادث الانفجار الأخير في بيروت. وأضاف أنه من غير المقبول أن يعمل بعض الأشخاص أو المجموعات أو الدول الأجنبية على استغلال حادث الانفجار كذريعة لتحقيق أهداف سياسية. واعتبر موسوي أن انفجار مرفأ بيروت كان حدثاً كبيراً ومن غير الطبيعي أن يثير غضب اللبنانيين وتكون له تبعات، لكن من غير المقبول استغلال هذا الحادث كذريعة لتحقيق أهداف سياسية خاصة وبتحريض أجنبي. أذهب بهذا السؤال إلى البراء شيبان. براء، ومن الواضح أن إيران تواجه ضغوط بالفعل في لبنان، هل هذا يؤثر على إدارتها لبقية الملفات وخاصة الملف اليمني؟ أم ربما تغولها في الملف اليمني أصبح كبيراً ولا يتأثر بأي ضغوط قد يواجهها حلفائها في المنطقة سواء كان في لبنان أو في العراق؟ يعني الإشكالية في الحالة الإيرانية هي أن الضغوط الموجودة الدولية هي ليست بالقدر التي تؤثر على مسار يعني مسار السياسة الخارجية لإيران. إذا كانت الضغوط الاقتصادية والتي تمس إيران بشكل مباشر، حتى الدولة الإيرانية لا تعيرها اهتماماً لأنها بالنسبة لها الأولوية هي لسياستها الخارجية، ولم يعني تتوقف حجم وكمية الإنفاق الخارجي على الأشياء التي تدور في محور إيران، سواء في العراق، سواء في لبنان، سواء حتى في اليمن وغيرها، لأن إيران تعتبر أن قوتها الإقليمية تعتمد على هذه على تحرك هذه المحاور الأدوات ومدى قدرة هذه الأدوات على التأثير في السياسة الداخلية للبلدان أو للدول العربية. فالإشكالية الثانية أنه حتى إذا رأينا إلى تعاطي الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون في هذه الأزمة، هو يقول أن أي ضغط على حزب الله في هذه المرحلة سوف يخدم الحزب وسوف يخدم السياسة الإيرانية. يعني حتى تصور المجموعة الشخصية مثل ماكرون وهو أقرب وهي أقرب الدول الأوروبية يعني أو يعني من ضمن إجمالي المجتمع الدولي، فرنسا هي أقرب الدول للحالة اللبنانية، لا يفهم طبيعة الصراع الذي موجود أو ما هي علاقة حزب الله. هو يتحجج بأن العزلة التي تفرض على أدوات إيران يجعل من هذه الأدوات أكثر طاعة لإيران وأكثر تغولا بالنسبة لإيران عليها. نعم، وهذا كلام غير دقيق، هذا كلام غير صحيح. هو يعكس بشكل واضح عدم فهم المجتمع الدولي للحالة الإيرانية وللوضع الذي تسببت فيه إيران في المنطقة بشكل عام. يعني انفتاح المجتمع الدولي تجاه إيران أو رفع العقوبات الأمريكية على إيران ستؤدي بالتأكيد إلى خلط الأوراق بشكل أكبر وجعل حل المسائل سواء اللبنانية أو اليمنية أكثر وأكثر تعقيداً، ليس العكس. براء تتوقع أن قدرات الحوثيين ستتأثر بالضغوط التي يواجه حزب الله في لبنان أم لا؟ الإشكالية مرة أخرى ليست في فقط قدرة أو في الضغوط التي تمارس على حزب الله الآن أو التي مارستها السياسة إدارة الرئيس ترامب على إيران، هي أن الأطراف الأخرى التي تواجه الحوثيين في حالة تفكك هي نفس الحالة اللبنانية، الحالة التي تواجه حزب الله في متفككة. حالة تفكك متفككة ضعيف لا تستطيع أن تواجه تغول ميليشيا حزب الله، مثلما الأطراف اليمنية الآن تتصارع فيما بينها، التحالف منقسم فيما بينه، بينما هو في مرحلة مفصلية خطيرة في تاريخ المنطقة قد لا يستطيع أن يتعافى بعدها إذا لم يتدارك نفسه في هذه المرحلة. نعم، البراء شيبان الكاتب والباحث اليمني من لندن، شكرا لك. تتفق معه بأن المحور المقابل لإيران عربيا على الأقل مفكك وضعيف،
ولا يستطيع أن يكون بديلاً عن التغول الإيراني في المنطقة. طبعاً ما تفضل به صديقنا العزيز فيما يتعلق بالحالة اليمنية يمكن أن إلى حد ما هو أمر واقعي، لأنه نتيجة أن الحالة اليمنية هي حالة عسكرية وبالتالي ما هو حالة حرب، وبالتالي من الطبع عندما يدخل تحالف معين في صراع داخلي سيكون له تأثير كبير على موازين القوى وسيستفيد الخصم من هذا الأمر كما استفاد الحوثيون. لا، في الحالة اللبنانية أنا أعتقد لا، أنا أعتقد بأن حزب الله هو قوي في الدولة اللبنانية سواء كان خصومه أقوياء أو ضعفاء، قد يعني باعتبار لأن الدعم الطائفي له. الأمر الأول هو أنه حزب مسلح لديه ترسانة أسلحة كبيرة، وفي المقابل لا يوجد الخصوم لديهم أسلحة، يعني الأحزاب السياسية الأخرى لا تملك أسلحة، وحالة مختلفة عن الحالة السياسية في لبنان بالكامل. وبالتالي من الخطأ الكبير المقارنة، يعني أن نقارن حالة حزب الله وحالة سياسيا لا يمكن أن يواجه المسيحيين مثلا عسكريا والتغول على الحرير. الأمور فيما يتعلق بحزب الله ليس يعني لا تحسم في بموضوع بالسلاح. نحن نتحدث عن معادلات سياسية. سر نجاح حزب الله وسر تفوق حزب الله الغطاء خلال المسيحي الفترة الأخيرة هو حصوله على الغطاء المسيحي ونجاحه في إقناع الرئيس ميشيل عون عندما كان الجنرال ميشيل عون بأن يدخل معه في تحالف مقابل تحقيق أبرز أهداف الرئيس عون هي أن يصبح الرئاسة. وبالتالي نجح حزب الله في اللعب على احتياجات ميشيل عون واستطاع أن يشكل تحالف كبير وأن يؤمن غطاء مسيحي، وبالتالي الآن هو يملك أغلبية في الدولة. نتكلم عن التغيير الآن، هل سيحدث تغيير في الوزن السياسي لحزب الله؟ إذا حسبنا الشارع الشيعي فهو موالي له على كل الأحوال مع حركة أمل. فيما يخص السنة ربما الأغلبية دائما تذهب إلى الحرير، كذلك الدروز عادة إلى جنبلاط، ربما المسيحي أو التيار المسيحي هو الذي يؤثر على المشهد. تجد العون سيعود بعد هذه الأزمات وهذا الغضب لدى الشارع المسيحي لنا. يعني أنا بعتقد أنه يعني تيار الرئيس ميشيل عون كان من أكثر التيارات المتضررة من الأزمة لعدة أسباب. السبب الأول أنه هو في السلطة في الواجهة، يعني حتى أن يعني هو يرى بأنه تحمل مصائب لم يقم بها خلال فترة وجوده بالدولة، يعني الآن يتحمل مسؤولية أنه يقود الدولة الآن، لكن الانهيار الذي وصل إليه لبنان ليس نتيجة الفترة التي حكم بها التيار الوطني الحر، وهذا بالمناسبة أمر صحيح. يعني التيار الوطني الحر لم يكن كل هذه السنوات في الدولة، أنا لا أقول بأنه منزه تماما عن الفساد، هو بالنهاية جزء من هذه المنظومة السياسية، بل إنه انخرط بها بشكل كبير وانخرط في منظومة الفساد في لبنان وبالتالي يتحمل مسؤولية، لكن هذا لا يعني بأن الأطراف الأخرى بريئة من الانهيار الاقتصادي الذي وصل إليه لبنان وموضوع الفساد وما إلى هنالك. نعم، نتيجة وجود تيار الرئيس في السلطة أنا أعتقد هذا الأمر سبب له تراجع في شعبيته. أعتقد في تحالف أيضا مع حزب الله لا يؤثر عليه. تحالف حزب الله لم يؤثر عليه بشكل كبير في الحالة المسيحية، على اعتبار بأن الحالة المسيحية هي حالة مرسومة كالحالة السنية والحالة الشيعية، وبالتالي لا يمكن اختراقها. يعني حالة التيار الوطني نحن نسميها في لبنان حالة التيار العوني، وبالتالي الانتماء لهذه الحالة قوي جدا، وليس نتيجة تطور اقتصادي أو انخفاض اقتصادي أو تراجع سعر عملة أو كذا كما نشوف ولا ربما ولا قديم ما ولا فوق قديم. السياسة وما فوق هناك في 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 الحالة التيار العوني أو حتى حالة التيار المستقبل أو حتى حالة حزب الله على سبيل المثال، تبقى هناك طبقة صغيرة نسبيا من المناصرين، هذه الطبقة رأيها قابل للتغيير، وبالتالي هناك عوامل يمكن أن تؤثر. إذا كان القانون الانتخابي نفسه يعيد هذا التقسيم الطائفي لن يكون هناك أي تغيير على الإطلاق. على الإطلاق جوهر المشكلة ولا كذلك تغيير النفوذ الموجود في لبنان على الإطلاق. هناك شيء مهم لو تسمح لي بدقيقتين، لأنه هذا الأمر في غاية الأهمية. تفضل. الحالة السياسية اللبنانية الموجودة اليوم هي لا تستمد شرعيتها الدستورية وشرعيتها حتى في الشارع من أغلبية برلمانية أو أي شيء آخر. النظام السياسي اللبناني هو نظام يستمد شرعيته بالدرجة الأولى من سيطرته على المجتمع اللبناني، على المجتمع بشكل اللبناني طائفي. بشكل طائفي طبعا، يعني الشيعة يسيطرون، الأحزاب الشيعية تسيطر على الطائفة الشيعية، الأحزاب السنية، وهذه السيطرة ليست بالقوة بالمناسبة. ألا تحتاجون إلى نظاما رئاسيا مباشرا
وانتخاب رئيس من كل الطوائف. لا زال يعني هذه الحالة، هذا غير ممكن. الآن التحول من الدولة المبنية على هويات طائفية إلى دولة مبنية على هويات وطنية مواطنة. هو مسار طويل ومسار نضج مجتمعي طويل. أليس هذا الأمر وهذا الخيار مطروح على أهداف الشارع التي المواطن الذين أنا استمعت في الشارع وبعيدا يعني منذ اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين أخي عبد الله كان هناك سمعنا خطاب جديد في الشارع ينبض الطائفية ويطالب بدولة مدنية، لكن أنا أعتقد بأن هذا الخطاب هو كان ناجم هو كان ناجم عن ردة فعل بقدر ما هو ناجم عن قناعة، وبالتالي ردة الفعل نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي دفع اللبنانيين إلى المطالبة أو إلى الكفر على الأقل بنظام المحاصصة الطائفية. لكن هل هذه ردة الفعل هي تمثل قناعة فعلا على الأرض؟ أنا أعتقد أن نتمنى ذلك، لكن الأمر لا زال يحتاج إلى مسار طويل. نحن بحاجة إلى ترجمة هذا التحول المجتمعي إلى فعل سياسي. كيف تترجم هذا التحول المجتمعي إلى فعل سياسي عبر الانتخابات، عبر الدخول إلى مؤسسات الدولة؟ هذا وحده الذي يصنع التغيير في لبنان. مشكلة الانتفاضة في لبنان أنها تعرف ماذا تريد الآن لكنها لا تعرف ماذا تريد غدا. لذلك يمكن أن تسمع أنت في غالبية الشارع اللبناني كل يعني يجب أن يرحلوا جميعا، لكن ما هو البديل؟ هل يعرف اللبنانيون ما هو البديل؟ للأسف ظروف يعني صعوبة الوضع غرق لبنان في هذا البحر من اليأس يجعل اللبناني يعتقد بأنه مجرد التخلص من هذه الطبقة السياسية فهي مكسب. أنا أعتقد الأمور أبعد من ذلك بكثير. لا زال لبنان بعيدا كل البعد عن التغيير الذي يجب أن يحصل ويطمح نعم إليه. وقبل أن نختم، إذن ما هي السيناريوهات المحتملة على صعيد لبنان وعلى صعيد أيضا تأثير المشهد اللبناني على الملفات الأخرى في المنطقة؟ بعد استقالة حكومة الرئيس حسن دياب نحن أمام مسار سياسي، أمام مسار شعبي، أمام مسار دولي. دعنا نتحدث عن المسار السياسي باختصار. المسار السياسي هناك مرحلة يجب أن تملأها حكومة جديدة، يجب أن لا يطول الفراغ كثيرا، وبالتالي هناك خيارين أمام الأطراف السياسية في لبنان. إما التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها الرئيس سعد الحريري وتحظى بدعم دولي، وأنا أعتقد هذا الأمر مستبعد إلى حد ما لأنه الأمريكيون رافضون بالمطلق لعودة، وحتى السعودية رافضة لعودة حزب الله أو لمشاركة حزب الله في هذه الحكومة. السيناريو الثاني وهو أن يكون هناك اتفاق على تشكيل حكومة مستقلين سواء برئاسة سعد الحريري أم برئاسة شخصية أخرى، وهذه الحكومة تكون وظيفتها التمهيد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في جانب معين، وأيضا قيادة خطة إصلاحية لإنقاذ لبنان من الأزمة الاقتصادية. هذا السيناريو هو يعني الأقرب إلى المنطق، والذي يعني أنا أعتقد بأن حزب الله يعني ليس لديه رفاهية كثيرة في رفض هذا ليرفض هذا السيناريو، وبالتالي أنا أعتقد بأنه أكثر سيناريو ممكن أن يتحقق في المستقبل القريب. بالنسبة لمسار الشارع، يعني الشارع الآن أنا أعتقد هناك من في الشارع من يريد التغيير، هذا التغيير مستبعد، لكن الأولوية الشارع اللبناني الآن بالدرجة الأولى هو استعادة مواجهة هذه الأزمة الاقتصادية. إذا ما نجح مسار حكومة المستقلين، لا سيما أن الشارع لا يمنع في أن تكون هناك حكومة مستقلين، إذا ما نجحت حكومة المستقلين في أن تقود لبنان إلى الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، وإذا ما نجحت أن تحظى بغطاء دولي، فأعتقد أنه عندها يمكن أن نتحدث عن انفراجة للأزمة السياسية في لبنان. فيما يتعلق بالمسار الدولي، نحن أمام صراع إيراني أمريكي محتدم في المنطقة. لبنان هو إحدى الساحات التي تتأثر بهذا الصراع الإيراني الأمريكي. نشاهد دورا فرنسيا في محاولة لربط النزاع الأمريكي الإيراني في لبنان. هل ينجح الفرنسيون؟ أنا أعتقد بأن الأمر كله متوقف عبد الله في لبنان على الإيرانيون. هل يتراجع الإيرانيون خطوة إلى الخلف في لبنان؟ هل يقتنعون بأنه يجب أن يقدم حزب الله تنازلات لكي نخرج من هذه الأزمة؟ هل يقبل حزب الله بالفعل أن يتنازل عما يراها مكاسب
استطاع أن يحققها خلال السنوات الماضية متراكمة. لذلك أنا أرى أن المشهد الدولي ومشهد حتى الآن غير واضح للدعم الأمريكي لفرنسا فيما يتعلق بالحالة اللبنانية هو مرهون فقط بأمرين مهمين. الأول هو إمكانية انتزاع التنازلات من إيران فيما يتعلق بالحالة اللبنانية، والأمر الثاني هو لمنع انهيار لبنان في الفوضى. لكن الأمريكي عندما يريد أن يمنع لبنان من الانهيار في الفوضى لا يعني أنه يريد أن يكسر العزلة على لبنان من دون أن تحقق أهدافها، وهي أحد أهدافها أن يتنازل حزب الله وتراجع حزب الله في الحالة اللبنانية. علينا أن ننتظر المشهد الداخلي. كما قلت اللبنانيون لا يملكون الكثير من الخيارات، الآن الوضع حساس للغاية، مطالب التغيير مهمة، لكن أعتقد بأن الأولوية في لبنان الآن يجب أن تكون هي الحفاظ على ما تبقى من هذا الاستقرار السياسي ومنع انفجار الأمور، أن تكون هناك حكومة أفضل، أنا أفضل أن تكون حكومة من المستقلين تقود المرحلة الانتقالية، ولا مانع حتى أن يرأسها الرئيس سعد الحريري، وأن يكون مهمة هذه الحكومة التركيز على الجانب الاقتصادي، المعالجات الاقتصادية، وأيضا تلبية مطالب الشارع فيما يتعلق بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. نعم، الأستاذ محمود علوش الباحث في الشؤون الإقليمية، شكرا على وجودك معنا هذا المساء. كما أشكر أيضا أعزائي المشاهدين البراء شيبان الكاتب والباحث اليمني من لندن، أشكركم أيضا بطبيعة الحال، على أمل إلقاء بكم في حلقة أخرى من اليمن والعالم وملف آخر يؤثر على المشهد اليمني والمشهد الإقليمي. في أمان الله.